السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابع قناة تعلم لتحترف أينما كنت في الوطن العربي الكبير، رحبوا بك في هذا الفيديو الجديد. فيديو اليوم بإذن الله تعالى سوف أشاركك من خلاله تطبيق مفيد جدا لبطارية هاتفك، حيث أنه ينبهك فور اكتمال شحن البطارية، يعني أنه لا مجال لترك الهاتف في الشحن لمدة أطول من اللازم. كيف يساهم هذا الأمر في الحفاظ على البطارية؟ هذا ما ستعرفه معي بإذن الله من خلال هذا الفيديو. وفي الأخير سوف أقوم بدعم القنوات التي لم أدعمها في الفيديو السابق كما وعدتكم، ابقوا معي. إذن على بركة الله أبدأ بشرح هذا التطبيق، والذي كما قلت دوره هو أن ينبهك فور انتهاء شحن الهاتف. فلما يصل الهاتف ل100% فالتطبيق سوف يصدر صوت لكي ينبهك على أن هاتفك قد شحن بشكل كامل. وكما تشاهد معي هذه هي أيقونة التطبيق، يمكنك تحميله في متجر جوجل بلاي من خلال الرابط الذي سوف تجده أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف. بعد أن تقوم بالدخول إليه سوف يتوجه بك لصفحة التطبيق على متجر التطبيقات جوجل بلاي، وستجد هنا عدد كبير من التقييمات الإيجابية وكذلك التعليق التي يعني تتحدث بالإيجاب عن هذا التطبيق، مما يدل على أنه تطبيق جيد وسوف نجربه اليوم. كما تشاهد معي هذه هي واجهة التطبيق، هنا يظهر الشحن، يعني تقريبا بطارية الهاتف لدي الآن وصلت إلى 99%، التوقيت كذلك. هنا في أقصى اليسار بإمكانك تفعيل التطبيق كما تشاهد معي هنا، لما تقوم بتفعيله تقوم بربطه بالشحن بهذا الشكل، ولما ينتهي الشحن فهو ينبهك وسترى معي ذلك بعد لحظات. وكما تشاهد هنا تظهر أيقونة التطبيق على أنه يشتغل. بإمكانك أيضا رفع الصوت وخفضه انطلاقا من هذه الأيقونة، كذلك يمكنك التغيير في الإعدادات لكي تتوصل بالتنبيهات الخاصة بالتطبيق. بإمكانك كذلك تغيير اللغة أو أيضا تغيير المقاطع الصوتية التي سوف ينبهك بها التطبيق. كما تلاحظ هنا عدد كبير من المقاطع الصوتية، بإمكانك أيضا اختيار مقطع صوتي من اختيارك، يعني أن تقوم بتسجيله أو تقوم بتحميله من الانترنت وتحتفظ به. كذلك بإمكانك بإمكان التطبيق أن ينبهك سواء بمقطع موسيقي أو باهتزاز يعني الفيبرور، أو كذلك بالليد لايت أو الفلاش، يعني يقوم يعني الاشتغال لوحده على أساس أن بطبيعة الحال الشحن قد تم تماما. إذن هذا فيما يخص التطبيق، سوف أقوم الآن بتجربه. لكن قبل ذلك كما تلاحظ الشحن الآن في 99 لم يبقى الكثير. الشيء الذي أريد أن أتحدث عنه أو الدور الذي يلعب هذا الأمر هو أن لما ينتهي يعني شحن البطارية يجب عليك أن تقوم بإزالة الهاتف. يعني المشكلة الذي يقع فيه الكثير هو أنهم يقومون بربط الهاتف بالشحن ويتركونه حتى ولو تصل ل100%، فهم يتركونه لمدة أكثر، وهذا هو المشكل، وهذا يجعل البطارية ضعيفة كما سوف تلاحظ. إذن الآن تركت الهاتف لحين أن تم شحنه، وكما تلاحظ هذا هو الصوت الذي يصدره. وفقط بعد أن تقوم بنزعه سوف يتوقف عن إصدار هذا الصوت، وكما قلت يمكنك اختيار الصوت الذي تريد. أعتقد أن هذا التطبيق مفيد جدا لبطارية هاتفك ولكي تحافظ عليها بطبيعة الحال. أتمنى أن يكون قد نال إعجابك، إن كان الأمر كذلك لا تنسى الضغط على زر لايك، وأيضا إن كنت تشاهد القناة لأول مرة لا تنسى الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بالجديد الدائم بإذن الله. أمر الآن إلى دعم القنوات كما وعدت بذلك في الفيديو السابق. سوف ندعم اليوم 3 قنوات. القناة الأولى هي علي درويد، طبعا ستجدون جميع الروابط أسفل هذا الفيديو.
يمكنكم الدخول للقناة، قناة علي درويد، هي متخصصة بطبيعة الحال في المجال التقني. حقيقة قناة متميزة أعجبتني كثيرا، يعني يقدم هذا الشخص الفيديوهات في منتهى الاحترافية كما تشاهدون معي عدد كبير من الفيديوهات. يعني يمكنكم أن تقوموا بالدخول للقناة وبطبيعة الحال أن تقوموا بالاشتراك بالضغط على زر الاشتراك ثم تفعيل الجرس لكي تتوصلوا بجديد القناة علي درويد الخاصة بالتقنية بطبيعة الحال. يمكنكم تصفح الفيديوهات الخاصة بطبيعة الحال كما سوف أقوم بذلك الآن. هذا آخر الفيديوهات التي قام برفعها كما سوف تشاهدون معي الآن. حقيقة يعني كما تشاهدون مقدمة خاصة للفيديوهات في منتهى الاحترافية، كذلك فيديوهات كما تلاحظون يعني فيديوهات مميزة، كذلك الشرح في منتهى الروعة. يعني قناة تستحق منكم كل التشجيع. لا تنسوا الضغط على لايك للفيديوهات الخاصة بهذا الأخ وأن تتركوا له بطبيعة الحال تعليق أسفل الفيديوهات. إذن هذا فيما يخص قناة علي درويد. أمر الآن إلى قناة أخرى وهي ديف سكول، من القنوات كذلك المميزة في المجال التقني والتي كذلك تحتاج منكم لدعم كبير. ما شاء الله الأخ وصل إلى ما يقارب 5900 مشترك. أدعوكم كذلك للضغط على زر الاشتراك لهذه القناة ثم تفعيل الجرس لكي تتوصلوا بالجديد الخاص به. كما ستشاهدون معي هناك عدد كبير من الفيديوهات الاحترافية التي يقوم بهذا الشخص كما تلاحظون، عدد مهم من الفيديوهات يمكنكم أيضا تصفحها وبطبيعة الحال دعمه بلايكاتكم لفيديوهاتي. وهذا الأمر مسألة بسيطة جدا ستشكرون به منشئي المحتوى. ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تلاحظون يعني فيديوهات احترافية وحقيقة تستحق كل الدعم. هناك أيضا هذه القناة التي طلب مني صاحبها أيضا أن نقوم بدعمه لأنه يقدم محتوى جيد، محتوى من نوع القنوات التعليمية يتحدث من خلالها عن مجموعة من الأشياء، بإمكانكم تصفحها أيضا من خلال الرابط أسفل الفيديو وبطبيعة الحال دعمه يعني النقر على زر الاشتراك وأيضا تفعيل الجرس لهذه القناة. إذن هذا كل ما في فقرة دعم القنوات. شكرا لكم على حسن المتابعة ونلتقي بإذن الله في فيديو جديد. إلى اللقاء.